إلى مشينا لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، البرنامج الطموح، هادو كلهم مشاريع ديال صاحب جلالة الله ينصرو. أنا كنعتبر يعني دوزت تقريبا 14 ولا 15 عام في وزارة الفلاحة قبل ما نكون رئيس الحكومة، بأنه هذا من أحسن يعني البرامج الكبرى اللي نجحت في بلادنا، واللي عطات واحد يعني واحد المضوديه اللي هي مهمه بالنسبه للمواطنين، واللي هي المنبع ديالها لا سورس ديالها منين جات، هي من عند لوكال، هي لا كومين اللي كدير الطلب ديالها، هي لا ريجيون اللي كدير الطلب ديالها، هي الوالي اللي كياخذ القرار ولا العام اللي كياخذ القرار، وكيكون واحد التكامل، واحد سميتو واحد التفاعل بين الاداره يعني الادارات المركزيه والاداره، وعطى نتائج. وتقريبا تكلمت قبيله على اكثر من 48 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار اللي تعملات في هذا سميتو هذا برنامج اللي هو ناجح. الماء والاستثمار مشاريع كبيره، تكلمنا على المونطون توتالور، باراجات جداد، محطات ديال التحليه ديال المياه، ثلاثة ولا أربعة هما أونكور، جوج وجدوا، عشرة غادي يداو يعني في السنوات المقبلة. هادو كلهم المحطات ديالهم راهم جهوية في المنطقة باش يمشيو مع الساكنة. لي باراج كذلك عندهم واحد الدور كبير. لي سوي الطلبات ديال المواطنين، هادوك لي سوي ديال الماء باش يحبسوا الماء، هادشي كله خاص التفاعل مع يعني التيريتوار، التفاعل مع المناطق الجهويه والتفاعل هذا. كل هذه برامج اللي هي غادي تكب يعني في هذا النطاق. الفلاحه كلها استثمارات يعني خارج الرباط، يعني خارج مدينه الرباط والدار البيضاء، هي في الجهات، هي في المناطق، هي يعني استثمارات اللي هي جد مهمه اللي كنواكبوها. يعني كاع فين ما كاينه الخلق ديال الفالور اجوتي يعني ديال القيمه المضافه، راه كتكون يعني في الجهات، وخصها المواكبه وخصها نكونوا قابلين. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.